هو اولا علاقه الرجل والست ما بتنتهيش ابدا بالطلاق، يعني المفروض، يعني لان هي الانسانيه اولا اتخلقت قبل الاديان، حتى عندنا احنا في الدين الاسلامي قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الفضل ده اللي هو يوم حلو، ساعه مرت بينا كويسه، في لحظات جميله، ممكن العلاقه تكون بعد الطلاق حتى وطيده، وطيده بمعنى ان في ذكريات كويسه، وده الاثر الطيب اللي احنا الدين بتاعنا حنيف اصلا امر بيه ان يكون في اثر طيب. هما يكون في وداد ما بينهم حاجه كويسه، لان بيبقى في اطفال، في احترام اكيد طبعا، الحاجات دي طبعا بتترتب لو الزوج كويس والتربيه. بعد الطلاق المفروض يبقى في تقدير واحترام ما بينهم، عشان بعد كده فيما بعد ممكن العلاقه تدوم وكده، بس اهم حاجه يبقى الاحترام والتقدير. انا عن نفسي مثلا لو حصل ظروف خارجه وطلقت مراتي او الكلام ده، مش هوصل لمحاكم ولا الكلام ده، زي ما دخلنا بالمعروف بنخرج بالمعروف. الاحترام لازم يكون رقم واحد ما بينهم، لازم مفيش حد يتدخل باي مثلا طريقه مش مستحبه ما بينهم، ان الموضوع يتم بطريقه كويسه جدا، بالذات لو في اطفال. لو معاهم اطفال يعني غصب عن الراجل لازم يحترمها وهي تحترمه، ليه؟ عشان خاطر الاطفال الصغيره، ليه؟ عشان لما اظهر الاطفال الصغيره دي هتتمرمط، دي ضحيه لما اظهر اب وام، لا ممكن الام تحدي على عيالها. لازم يكون في شيء متبادل ما بين الاثنين، وفي احترام وفي تقدير، وفي ان هم مثلا يكونوا يعني متفاهمين جدا بعد الموضوع ده، ويراعوا العيال ويراعوا الاولاد ويراعوا الكلام ده كله يعني ما بينهم، لان اكيد كان في عشر ما بين الاثنين. قبل الطلاق هي زوجه وليها كلها كل الحقوق، وبعد الطلاق برضه هي زوجة وليها برضه حقوقها اللي نص عليها الدستور والقانون والشرع. اللي ليه الدور الأكبر إن يحافظ على العلاقة هو الزوج، لأن هو الأساس، هو عمود البيت. هما الاثنين، بس الراجل ممكن يكون أكتر شوية، لأن الست هي بتحتاج يعني إيه الاحتواء أكتر يعني. بعيداً عن الست، الست ممكن إن هي بتربي العيال، فانا اللي اكون انا اللي بسال وانا اللي بروح وانا اللي بصرف وانا اللي بعمل كل ده، فاكيد الراجل هو اللي له دور الاكبر بصراحه. يعني هو اكيد الاب العامل الاساسي ان هو يكون مقتدر بالاحترام، واكيد الام برضو ليها ان هي تعرف طبعا اولادها باحترام الاب. الراجل لازم يبقى محافظ على احترامها برضك، هي فصلت عنه اتجوز او ما اتجوزتش، لازم ان هو يحافظ عليها برضك في غيابها عشان خاطر اولادها. يعني مش هقول لك الزوج هو اللي عليه الموضوع الاكبر او الزوجه، لا، الاثنين بالتساوي. العبء الاكبر لازم يكون على الرجل. تحصل مشاكل كتير، فالراجل هو ممكن يحتوي الموضوع.